توافق برج الأسد مع برج الميزان في الحب والزواج والعاطفة. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعار بالفيديو الجديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت كومنت ولايك لتشجعنا. توافق برج الأسد مع برج الميزان. الأسد والميزان يشتركان بنظرة متشابهة جدا للحياة. كلاهما اجتماعي ويحب الأشياء الجميلة والممتعة، وهما محط الانتباه أينما ذهبوا. يحب الأسد الشهرة والأضواء، أما الميزان فلا يسعى لذلك، إنه واثق ومؤثر ولا يهتم للفت النظر. وجود الأسد مع الميزان علامة تدل على علاقة حب وإخلاص كبيرين. توافق برج الأسد مع برج الميزان في الحب والرومانسية. عندما يتعلق الأمر بالحب فهما مخلصان ويقدران الأشياء المشتركة بينهم. فالأسد في الحب حنون ودافئ وسخي، لكنه مسيطر دائما ويطالب بالاحترام. من ناحية أخرى الميزان لا يعرف دائما مشاعره الحقيقية، فهو دبلوماسي ويريد علاقة مثالية. سوف ينجذب الأسد إلى أسلوب الميزان الراقي. من المحتمل أن يجد هذان الشخصان الكثير من المتعة معا، لأنهما يحبان تجربة أشياء جديدة ويبحثان دائما عن المغامرة والإثارة. توافق برج الأسد مع برج الميزان في العلاقة الحميمة. من الملاحظ أنهما يتطابقان في الحب بشكل قوي جدا، لكن هل هما متوافقان جنسيا؟ كل منهما رومانسي جذاب للغاية، خاصة لبعضهما البعض. لذلك عندما يلتقيان معا من أجل علاقة لا يحتاجان إلى الكثير من الوقت لبناء حياة جنسية مثيرة. فالأسد واثق للغاية، عاطفي، كما أن الميزان مبدع ومفتوح دائما على الأفكار الجديدة، مما يعني أنهما سيستمتعان بحياة جنسية مرضية لفترة طويلة. توافق برج الأسد مع برج الميزان عاطفيا. يهتم الميزان بالحب والزواج، كذلك الأسد يحمل عاطفة قوية جدا. فوجودهما معا سيشكل توازن جيد من خلال حاجة الميزان إلى الحب واستعداد الأسد لتقديم تلك العاطفة حتى تتم تسوية علاقة رومانسية رائعة. من ناحية أخرى الوئام العاطفي والسلام يعنيان كل شيء بالنسبة للميزان. لذلك من أجل تجنب الصراع يجب على الأسد أن يتنازل قليلا عن سيطرته. توافق برج الأسد مع برج الميزان في الزواج. غالبا ما تكون علاقتهما طويلة الأمد وسوف تتطور بالتأكيد إلى الزواج. كلاهما واعي ويحب أرقى الأشياء في الحياة. الميزان أنيق وساحر، سيستمتع بالحياة مع شريك الأسد في الحياة الزوجية. كلاهما يريد علاقة ملتزمة ومرضية وعائلة سعيدة مع الشخص المناسب. هذا يعني أن التوافق بين الزوجين الأسد والميزان جيد بالتأكيد. توافق برج الأسد مع برج الميزان في الثقة والانسجام. واحدة من أكبر المشاكل في علاقة الأسد والميزان هي أنه من المحتمل أن تكون لديهما مشكلة تتعلق بالثقة. يكره الميزان الكذب عليه. من ناحية أخرى يحتاج الأسد إلى الاهتمام، وعندما لا يحظى هذا الاهتمام في علاقته سيجده في مكان آخر. هذا لا يعني أن الأسد سيخدع، لكنه سيتحول بالتأكيد نحو شخص آخر يزيد من غروره. لحسن الحظ فإن الميزان دبلوماسي، يهتم ويتوج دائما لإرضاء شريك الأسد. عندما يتعلق الأمر بالتواصل يتمتع كل منهما بمهارة اجتماعية مذهلة. الميزان مستمع ممتاز قادر على رؤية جانبي الموقف. المفتاح لتوافق الصداقة أو العلاقة طويلة الأجل بينهما هو أن يحاول كل منهما أن يتفهم الآخر بشكل أفضل. توافق برج الأسد مع برج الميزان في القيم والمبادئ. لديهما قيم متشابهة مثل الولاء والشجاعة. هذان الاثنان يكملان بعضهما البعض بشكل جيد ومتوافقات تماما
كلاهما يريد أن يكون محاط بالجمال والوئام، وكلاهما يحتاج إلى الحب والاهتمام. والآن كيف أعرف أن رجل برج الأسد يحبني بصدق؟ إن رجل برج الأسد يعتبر نفسه إنسانا كاملا خالي من العيوب، يحب الظهور أمام الجميع. عندما يبدأ بالكشف عن مواطن ضعف أمامك، عندها سيشارك أنك ملكة وسيغمرك بالهدايا ويتعامل معك بلباقة. إن صاحب هذا البرج له سحر خاص، يحب دائما أن يكون في دائرة الأضواء ومحط أنظار جميع الناس من حوله، يحب سماع الإطراء والمديح. هو شخص مهووس بالمغامرات العاطفية، سيركض أمامك خاصة إذا كنت تتمتعين بالجاذبية التي يعشقها، وبناء عليه سيقع على محالة في شباكك، وعندها سيتحول من أسد يرى بالعالم إلى قط أليف، خاصة أنه معروف بالغرور. الجدير بالذكر أنك إذا كنت تريدين الارتباط به ستتركينه يقرر عنك كل شيء، ملابسك، أصحابك، مع من تتحدثين طول النهار. إنه يحب أن تطلعيه على كل تفاصيل حياتك، لذا لا تحاولي أن تفكري بالقيام بأي أمر بدونه، لأن ذلك لن يعجبه. عزيزتي المرأة التي تحبين الرجل الأسد، يجب أن تعلمي أن حياتك العائلية مع الأسد من الممكن أن تكون وردية، وذلك بإبداء العواطف الدافئة وتقديره واحترامه كما ينبغي ويشتهي. عندها حتما سيكون كريم معك وسيحقق لك رغباتك. الرجال من برج الأسد مزاجيون بفطرتهم، سترينه مفتون بالجمال في الجنس الآخر أو أي امرأة تهتم به، وقد يضعف أمامها في أي لحظة، وقد يسبب الإساءة لك. وهنا لابد وأن تبعثي فيه روح الغيرة، فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستجعلك ملكة متوجة على قلبه. الرجل الأسد مفرط في الكسل، فلما يذهب إلى امرأة أخرى في حين أنه يمتلك واحدة في المنزل؟ ألم أقل لك أن الحياة مع الأسد ستكون حياة وردية؟ لكن لا تنسي يا عزيزتي ما تحمله الورود من الأشواك. تعتبر حظوظ برج الأسد الرجل عثرة في النسل، فهو غالبا لا يملك الكثير من الأطفال كما يرغب. الرجل الأسد شغوف بحب أولاده والاعتناء بهم إلى أقصى الحدود، إلا أنه قد يترك ذريته ويهرب إلى عائلة أخرى. لا تقلقي، فأنت تعرفين جيدا كيف تعدين أسدك إلى عريمه مرة أخرى. الإشادة والتملك هو جلدة برج الأسد الرجل الذي يحميه من أي جروح. فالأسد حساس تجاه ما يقوله ويفكر فيه الآخرون، وأفضل وسيلة للوصول إليه هو بالطبع الإشادة بذكائه وفطنته. فطنة الرجل الأسد قوته وإدراكه ووعيه من الأمور التي يحسد عليها، فهو لن يدع الوقت يذهب هباء بلا فائدة. الرجل الأسد يمتلك مؤهلات نادرة وصاحب أياد ذهبية ستصلح لك قفل الباب الذي كسر، وصنبور الماء الذي يرشح، والتلفاز الذي تعطل. هل تعلمين الآن أي كنز هو زوجك؟ أعتقد أنه زوج جيد وصفقة ليست خاسرة. يبحث رجل الأسد عن شريكة الحياة التي تستطيع أن تشاركه مغامراته ورحلته في الحياة، فإذا بدأ بالطلب منك الخروج لقضاء الوقت معا فهو بدأ يستلطفك. إذا بدأ يدافع عنك أمام الآخرين فهذه علامة جيدة لوقوعه بالحب. فعندما يكون في علاقة عاطفية يصبح إنسانا وفيا ومحبا ويحاول حماية من يحب. يحتاج رجل الأسد إلى شخص يمتلك نفس القدر من القوة والثقة بالنفس والحنان الذي يتحلى بهم. رجل الأسد في الحب هو شخص بإمكانه ترك علامة خاصة في العلاقة العاطفية. يحب رجل الأسد تجربة كل ما هو جديد، ويجب على شريكة حياته أن تتحلى بحب المغامرة مثله. رجل الأسد يسامح سريعا عندما يقع بالحب، فإذا جرحت كرامته سينسى الأمر بمجرد أن تقدمي له الاعتذار. يغرم الأسد الرجل
بالمرأة ذات اللمسات الناعمة ورقيقة. يحب الرجل الأسد المرأة التي تقدم له الاعتذار عند الخطأ الصغير ويسامحها فورا. ستعرفي أن الرجل الأسد يحبك عندما يبدأ بإثارة غيرتك، لذا لا تنزعجي. إذا حاول إثارة غيرتك أو تعمد غيظك، فهو يفعل ذلك فقط مع الأشخاص المقربين إلى قلبك. من علامات وقوع الأسد الرجل بالحب أنه سيقدم لك الكثير من المفاجآت، حيث يحب رجل الأسد المفاجآت المثيرة، لذا لا تترددي في القيام بها وبالقبول بها. يكره الرجل الأسد المرأة التي تعطيه الكثير من النصائح، ويحب المرأة القوية الواثقة والمرحة، شرط أن تكون ضعيفة معه. من الصفات الشهيرة للرجل الأسد الغرور وحب السيطرة والتملك. كوني بتشجيعه ومدحه أمام الجميع، فهذا سيشعر بالسعادة الغامرة واللامتناهية في هذه اللحظات لكسب قلب الرجل الأسد. كوني اجتماعية ومتفتحة لجذب الرجل الأسد. أظهري له أنوثتك طوال الوقت. يحب رجل الأسد الزوجة التي تقدم له الطاعة وتحاول أن تواجه حماسه برزانة. للتعامل مع رجل الأسد اقضي معه وقتا طويلا وحاول تجربة أشياء جديدة معا. للسيطرة على الرجل الأسد أظهري له ثقتك بنفسك والجانب القوي من شخصيتك. الحياة مع الأسد حياة هانئة وجميلة في حال وجد في منزله امرأة لا تنكد عليه وامرأة جميلة ومتفهمة. شكرا للمشاهدة. شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جميع الكتب. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة وتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.